صرت جاهز الحين ان شاء الله بدي اروح لعند الثكنة العسكرية وبتطوع لحتى اصير اشتغل بالجيش. ايه هذا حلمي يا اخي، هذا حلمي من فترة جدا جدا طويلة اني اصير بشتغل بالجيش. والله يا اخي اني جدا جدا متحمس. يلا الحين صرت جاهز اني اقدر وصرت جاهز لحتى اروح للثكنة العسكرية مشان مباشرة ابتدي تدريب وبصير شو اسمه جندي. ايه والله يا اخي هذا حلم الحياة، حلم حياتي اني اصير جندي. يلا بسم الله خلي بس اروح لحظة واحدة بس، لا مو من هذا الاتجاه. ايه من هني موجودة الثكنة او القاعدة العسكرية، اكثر مكان محمي واكثر مكان خطير بنفس الوقت. شوفوا كمية الجنود اللي عم تحرس هذا المكان، يا ساتر يا رب، بكل شبر في جندي قاعد يحرس. يا ساتر يا رب، هلا شلون راح اقدر افوت لهم اني؟ والله ما ادري. يلا ان شاء الله بس ان ما يقولوا لي اي شيء. يلا يا ساتر يا رب، لازم اني افوت بس ما ادري شنو لازم اني اسوي بالضبط. يلا خليني بس افوت وبشوف ان شاء الله شنو لازم اني اسوي بالضبط. يلا بسم الله. اي شنو عم تسوي يا ولد؟ جاي لحتى اتطوع بالجيش. يلا لازم انك تقابل القائد، هو موجود جوا. اقابل القائد؟ طيب راح اروح لحتى اقابله، شكرا لك. وات ما جاوبني. يا ساتر يا رب، يلا على كل حال خليني افوت لحتى اقابل القائد مشان ابتدي تدريب ان شاء الله. يلا بسم الله. بس هي شنو هاي الثكنة العسكرية يا اخي، وشنو هاي المعدات اللي موجودة بهذا المكان؟ اي والله حلم حياتي راح يتحقق، راح اصير اشتغل على هاي المعدات. يلا بسم الله. اي تعال هني. يلا اجيت. اسمع انا اليوم اجيت لحتى اتطوع اتطوع بالجيش ان شاء الله لحتى اصير اشتغل معكم ان شاء الله. اخرس يا ولد، لا تتكلم زي كذا. وات واني شنو العيب اللي قلته؟ ليش عم تكلم القائد بهاي الطريقه؟ لكان شلون لازم اني اتكلم؟ لازم اني اتكلم بلغه اخرى؟ لازم انك تحترمني. يلا اوكي اني محترمك يا اخي، لك اني شنو العيب اللي قلته؟ وات ايش فيك يا سياده القائد؟ انت ما تفهم يا ولد. طيب ليش الزعل؟ طيب ماشي، احتراماتي سيد القائد، اسف على كل شيء صار قبل شوي. تكلم الحين، شنو بدك بالضبط؟ اجيت لحتى اتطوع مشان اصير اشتغل معكم بالجيش ان شاء الله اذا في مكان الي بطبيعة الحال. طيب في اماكن حلو، لكان بقدر اني ابلش شغل ولا شنو؟ والله بقدر. لا حسب لك الشغلة سهلة لهي الدرجة؟ لكان شنو لازم اني اسوي؟ مو قلت لي ان في اماكن، خليني ابتدي شغل، اعطوني البدلة واعطوني السلاح. اخرس وتكلم باحترام يا ولد. طيب اسف بس ما ادري ليش عم يقولي اني ماني محترم بكلامي مع اني ما قلت اي شيء عيب. طيب لكان شنو لازم اني اسوي لحتى اشتغل معكم؟ لازم انك تسوي التدريبات قبل كل شيء. تدريبات؟ اوكي اني جاهز لحتى اسوي التدريبات. تكلم باحترام احسن لك يا ولد. لك اني حاب اتكلم باحترام، انت ايش فيك عم تكلمني بهاي الطريقة؟ لا 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 اوكي سيادة الضابط انا بعتذر يا اخي بعتذر، بس لساتني جديد يعني ما عندي علم بالقوانين. طيب راح اسامحك هاي المرة بس يا ولك تعيدها مرة اخرى. لا 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 خلاص ما عاد اتكلم ابدا. طيب لكان اتبعني لحتى نسوي اول تدريب. يلا 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 خليني اروح معه لحتى اسوي اول تدريب. والله يا اخي ان هذا القائد جدا جدا عصبي. يلا تعال. يلا جيت سيادة القائد. يلا تمام، شنو لازم اني اسوي بالضبط؟ امسك هذا المسدس ولازم انك تضرب هذوك الصور. وات لازم اني اضرب هذول الصور؟ هاي جدا سهلة، هذا تسميه تدريب؟ اخلص ولا كلمة. طيب راح اسوي مثل ما قلت لي، يلا راح اضرب الصور. طيب ماشي ثواني بس خليني احاول. ماشي تمام لحظة بس والله هذا مسدس التصويب فيه جدا صعب. لحظة وات الطلقة صحيحة او لا؟ طلقة غلط يا فاشل. يلا روح للصور اللي بعدها. يلا تمام راح اروح للصورة اللي بعدها. يلا بسم الله. بوم اتوقع اني صبتها. لا تقول لا ما صبتها يا غبي، الطلقة مرت جنبها. طيب ماشي شنو لازم نسوي الحين؟ يلا للصورة اللي بعدها. يلا بسم الله. يلا يا رب ليش ما جبت ولا طلقة. تمام يلا خليني ارمي على هاي الصورة، هي اكيد راح تكون تمام ان شاء الله. بوم لا هاي كمان ما صبتها ولا شنو؟ ايه غلط كالعادة. يا ساتر يا رب. طيب يا اخي لكان الحين شنو لازم اني اسوي بالضبط؟ شنو لازم اني اسوي؟ يلا انتقل للسلاح اللي بعده. يلا سلاح. يا ساتر سنايبر. اي والله قناص. انا بحياتي ما استخدمت هذا القناص. هو خطير ولا شنو؟ بلا كثرة حكي وابتدي التدريب.
طيب طيب رح ابتدي التدريب مع ان هي اول مره بحياتي بمسك سنايبر. يلا بسم الله. خلي بس لحظه، ليش السنايبر عم يتحرك لحاله؟ يا رب لا، كانت قريبه والله، كانت قريبه سياده الضابط، كانت قريبه قريبه بس ما صبتها. يلا الحين للصوره اللي بعدها. يلا بسم الله. طيب والله كانت جدا قريبه اخي، والله قهر. طيب بسم الله، الصوره اللي بعدها لازم بس اني اخلي السنايبر زي كذا، لازم اني بس اتحكم فيه. تمام، لا هي بعد قريبة سيادة الضابط او القائد، شنو اللي عم بيصير؟ غبي. يلا للصورة اللي بعدها. يلا للصورة اللي بعدها. يلا بسم الله. تمام، بس والله كلها كانت قريبة، كلها كانت جدا قريبة. لحظة واحدة بس. تمام 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 تمام. اي صبتها 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 سيادة القائد، شفت ولا لا؟ اي اخيرا بعد 50,000 محاولة. الحمد لله، اهم شيء اني صبتها، اهم شيء. يلا الحين حط السلاح وتعال معي للتدريب اللي بعده. يلا يلا تمام. يلا اوكي نحط هذا السلاح. تمام، شنو التدريب اللي بعده؟ يا ساتر شنو راح يكون؟ الله اعلم. طيب شنو لازم اني اسوي الحين؟ لازم انك ترمي القنابل جوا الحفره. حفره؟ اوه هذا تدريب تسميه؟ هذا تدريب سهل، اهم شيء لا تفشل فيه. يلا بلش. يلا يلا راح ابلش. يلا بسم الله بسم الله. خلي بس اخذ القنبله زي كذا. تمام التمام، ولازم اني ارميها بالحفره. لحظه، بالحفره سياده الضابط، بالحفره. ماني مصدق اللي عم بشوفه. يلا الحين للقنبلة اللي بعدها. يلا 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 بسم الله، القنبلة اللي بعدها. يلا خليني اخذها زي كذا، الحين برميها. لحظة، لا اجت برا، اجت برا يا اخي، شنو اللي عم بيصير؟ فاشل مثل ما توقعت بالضبط. لا ماني فاشل، راح اشوف هاي القنبلة شلون راح اجيبها بمكانها ان شاء الله. يلا 1 2 3 زي كذا. تمام، اوه بالحفرة سيادة الضابط، بالحفرة. يلا فرجينا شنو راح تسوي مع الأخيرة. يلا راح تشوف. يلا يلا الأخيرة بإذن الله بمكانها. يلا بسم الله، 1 2 3 خلي بس أرميها زي. لا اجت برا، شنو اللي عم بصير؟ ليش أنا مو محظوظ؟ لا لا لا، الموضوع مو موضوع حظ. لكان الموضوع شنو؟ أنت غبي أكثر من اللازم. ليش هذا القائد عم، أنت ليش ما حبيتني؟ ليش لا تتكلمني بهاي الطريقة؟ ماشي 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 يا أخي، الطرق اللي عم يتكلم عليها يا أخي، لك عم بتكلم عادي مثل كل الناس، شنو اللي عم بصير؟ الله أعلم. طيب الحين في تدريبات زيادة ولا شنو؟ إيه آخر تدريب. وشنو هو؟ شنو هو آخر تدريب؟ تدريب السياقة. سياقة؟ شنو بدي أسوق؟ شنو؟ بدك تسوق هاي العربات. هاي العربات؟ يا ساتر يا رب، هاي العربات باين إن سياقتها جدا جدا صعبة. إيه والله لأنها ضخمة. طيب ماشي، راح أخذ العربة بسوي فيها جولة وبعدين راح أرجع إن شاء الله. انتظر انتظر يا حبيبي. شنو راح انتظر؟ خير ان شاء الله. بدي اطلع معك لحتى اشوفك شلون راح تسوق. طيب طيب بدك تطلع، يلا اطلع معي ما عندي اي مشكله. يلا بسم الله، ابتدى الجزء الممتع. يلا بسم الله، خلينا نصعد زي كذا. تمام، نصعد على العربه. اوكي تمام التمام، صرنا اثنيناتنا فوق العربه. يلا سياده الضابط، يلا راح اسوي معك احسن جوله بالتاريخ ان شاء الله. لا تكثر حكي، يلا انطلق. يلا يلا بسم الله بسم الله. يلا سياده الضابط، يلا توكلنا على الله. بسم الله، خلينا بس نطلع ثواني. هي وات، ليش ما عم تشتغل؟ ليش ما عم تشتغل؟ وات، شنو سيادة الضابط؟ لحظة 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 لحظة، انزل 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 سيادة الضابط. هاي هاي شنو اللي عم بيصير؟ عربتكم مو شغالة. انت غبي، ما عرفت كيف تسوقها. شنو ما عرفت كيف اسوقها؟ لك مثل كل الناس صعدت زي كذا، بعدين شو اسمه عم بسوي زي كذا. لحظة كأنها تحركت الحين. وات، شنو اللي عم بيصير؟ سيادة الضابط تحركت شوي بعدين وقفت. يا اخي شنو اللي عم بيصير؟ يا اخي شنو اللي عم بيصير؟ شنو هاي المعدات اللي عندكم؟ لا 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 ما يصير كذا سيادة الضابط. هي هي معداتكم تعبانة يا اخي، ما عم تشتغل، هي ما عم تشتغل، لازمها تصليح. انت بدك تعلمنا شغلنا ولا شنو؟ هاي العربة ما فيها اي شيء، بس انت ما عرفت تسوق. انا ما عرفت اسوق؟ وات، لكن يلا فرجينا، يلا يلا فرجينا انت شلون راح تقدر تسوقها. يلا يلا خلينا نشوف. شوف شوف بعينك. يلا راح يفشل لان هاي العربة معطلة، انا متأكد انها ما عم تشتغل. لحظة واحدة بس، ما راح يقدر يطلع فيها ابدا. وات، العربة عم تشتغل. اي والله شغالة. لكن شنو اللي عم بيصير؟ وات، ليش انا ما عرفت اسوقها؟ وات، سيادة الضابط والله يا اخي كنت غلطان، معك حق، العربة شغالة. يلا يلا تعال الحين لحتى اعطيك نتيجة الامتحان. يلا يلا سيادة الضابط، يلا والله اني متحمس يا اخي، اني متحمس، اكيد رح يقبلوني. اي انا متاكد. يلا شنو هي نتيجة الامتحان يا سيد الضابط؟ شنو هي نتيجة الامتحان؟ هي شغلة واحدة بس. وشنو هي؟ شنو؟ ممنوع ان نشوف وجهك بهذا المكان مرة اخرى، والحين انقلع. يعني انا مطرود ولا شنو؟ لك انا مليت منك. لا 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 لا، اركض 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 اركض، القائد عم يركض وراي، الضابط عم يركض وراي، اركض اركض، اهرب من هاي، اهرب من هاي الثكنه، ما عاد ارجع. طيب 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 سيادة الضابط، ما عاد تشوفني هني ابدا ابدا ان شاء الله، ابدا ابدا. يا ولك اذا اشوفك مره اخرى.
يا ساتر يا رب. أتوقع أن فكرة التطوع بالجيش هي أسوأ فكرة خطرت على بالي. إي والله،